السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أردت أن أطل عليكم هنا قبل الانطلاق إلى وجهتي لأقول لكم في لحظة صفاء ونقاء وهدوء قلب وصدق مشاعر وبكل معاني الحب والوفاء وأرق كلمات الشكر والثناء والامتنان، أقول إلى الناس أحمل لهم في قلبي كل الاحترام والتقدير. كم أنا سعيد عندما أبقاني الله عز وجل إلى مثل هذا اليوم الجميل لأبعث لكم أجمل التهاني والتبريكات. أهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، وأسأله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يرفع عنا البلاء ويشفي مرضانا ويرحم موتانا، فكل عام وأنتم بخير. كانت هذه بعض الكلمات الطيبة مني إليكم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ولأننا لا نعلم ما يخبئه لنا المستقبل ولا ندري ما هو مصيرنا في هذه الحياة، لكننا نأمل أن يكون القادم أفضل، وسيكون كذلك إن شاء الله ما دمنا نثق برب الأرض والسماء، ولا نعلم ماذا تخبئ لنا الأيام من مفارقات عجيبة، ولا ندري أين ستستقر مراكبنا التي لتمل السفر والترحال والطواف من أجل المحروسة، ولا ندري بأي أرض نموت. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم.